يلا بينا دلوقتي نتكلم بقى على عنوان حاجة اسمها الايه اللي هي الهرمونال فانكشن. لمين؟ للتستس. تمام. قالك والله ان التستس ديت هتطلع لك 2 جروب من الهرمونز. طيب عايزين نعرفهم كده بسرعة. قلنا بالنسبة للميل 6 هرمون اللي هما الاندروجين اهم 2 مين هما؟ التستوستيرون لان هو كميته اكبر وكمان ايه هو الاهم. جميل. تاني واحد مين هو الموست اكتف؟ داي هيدرو تستوستيرون. برافو جدا. طيب في عندنا جروب تاني سميناه نون اندروجين. ليه؟ لان هو ملوش اندروجينيك اكشن. طب انت فيك ايه؟ قالك والله انا فيا الاستروجين والانهبن والاكتيفين، الحاجات اللي هي كانت بس بتساعدك في عمليه الايه اللي هي التنظيم، في عمليه حدوث مين اللي هي السبرميوجينيسيس. جميل جدا. طيب هيكلمني دلوقتي عن اول هرمون والاهم زي ما اتفقنا اللي هو مين؟ التستوستيرون. قالك طيب انت يا استاذ تستوستيرون هتخرج منين؟ قالك انا مكاني الافضل والاهم وبالنسبه لي هو الحاجه اللي ما اقدرش استغنى عنها هي التستس. خلاص. وقالك خد بالك بس انا عايز اقولك على حاجه كده بسيطه. انت عرفت خلاص ان انا بخرج من التستس؟ قلت لك اه. قلت لك طيب حضرتك في حاجه اسمها اللي هي اللايبك سيل، انا عايزك تبقى عارف ان هي بتبقى نيومرس قوي في النيو بورن وكمان في الاضل عددها بيبقى كبير جدا، ولكن في مرحله التشايلد هود بتبقى سكانت شويه. خلاص. بيقولك عشان كده السكريشن بتاعه اصلا بيبدا يزيد اكتر امتى؟ في مرحله اللي هي البيبرتي، بعد البيبرتي يعني والنيو بورن. اما مرحله التشايلد هود لا. جميل. بعد كده عندنا حاجه اسمها اللي هي الادرينال كورتكس. قالك المكان بس اللي هو مين؟ زونا ريتيكولاريس. قالك انت مهمه؟ قالت لك اه مهمه بس انا بخرجها بكميات اقل من مين؟ من اللي هي التستس. طيب جميل. جت بقى تقول لك معلومه مهمه جدا كده بالراحه نركز فيها مع بعض. قالك هي ملهاش اي اهميه خالص لان هي بتطلع اساسا كميات بسيطه جدا، ولكن اول ما اعرف ان حصل فيها هايبر سكريشن هبقى عارف ان معنى ذلك ان في مشكله اصلا عند الميل ده، هبقى عارف ان في مشكله ان هو عنده سيكشوال ديسوردر. خلاص عرفنا كده ايه هي اهميتها. جميل جدا. طيب بيقول لك طب انا عايز بقى في معلومه تانية عايز اعرفها منك، الترانسبورت والبلازما ليفل. قال لك بص انا هكلمك الاول كده عن الترانسبورت. هكلمك عن مين؟ عن الترانسبورت بالراحه كده. قال لك بص انا هقسمها لك لتو ثيرد وهقسمها لك لوان ثيرد. قال لك والله التو ثيرد منهم بيتنقل عن طريق حاجه اسمها جنادل استيرويد. جنادل استيرويد. جميل جميل. طيب والوان ثيرد الباقي؟ قال لك والله بتتنقل عن طريق اللي هي الالبومين. يبقى انت دلوقتي عرفت ان التلتين بيتنقلوا عن طريق مين؟ جلوبيولين. جنادل استيرويد بايندنج جلوبيولين. والوان ثيرد عن طريق مين؟ الالبومين. برافو. طيب جميل. بيقول لك طيب عايز بقى اعرف الليفل بتاعها. تهدنك ترغي كتير كده؟ طب ما تعرفني الليفل. قلت لك بص ما انا لازم اعرفك ان هنا في ادلت ميل. خلاص. الادلت ميل ده هيبقى 300 ل 700، وشيل صفر وشيل صفر من هنا يبقى عندك دي الادلت فيميل. تمام. يبقى احنا كده ايه عرفنا الترانسبورت بتاعها وعرفنا كمان اللي هي البلازما ليفل. جميل جدا. قال لك طيب يعني هي هتفضل كده موجوده في الدم على طول؟ هتفضل موجوده عندك سكريشن سكريشن مفيش حد هيتحكم فيها خالص؟ قالت لك لا. قال لك هو بيحصل لها ميتابوليزم بقى. هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ميتابوليزم. جميل. قال لك طيب الميتابوليزم دوت بيقول لك والله في التارجت سيل بيبدا ان هو يحولها لك لحاجه اسمها داي هيدرو تستوستيرون. برافو. طيب النقطه الثانيه قلت لك بص في بعض الاماكن زي الاديبوز تيشو والهايبوثالامس والليفر بتبدا ان هي تتحول لحاجه اسمها استراديول. يبقى عندك اختلاف المكان واختلاف الشكل النهائي. يبقى لو هي في التارجت سيل تبقى داي، تارجت سيل تبقى فيها ايه؟ داي هيدرو. طيب لو فيها تيشو تانيه او في اماكن تانيه زي الاديبوز والهايبوثالامس والليفر قالت لك هتبقى حاجه اسمها اللي هي الاستراديول. تمام جدا. طيب في بس معلومه كده بسيطه. قال لك والله ان هو في الليفر يعني بيحولها لك بصوره ان اكتيف عشان خاطر يقدر يعمل لها اكسبريشن بعد كده فين؟ في اليورين. خلاص. بيقول لك بقى ان هو خلاص عمل شغله ولازم اهيئه او اعمله المنظر اللي يساعدني ان انا اخرجه فين؟ في اليورين. خلاص كده تمام. وضحت معانا الجزئيه دي؟ تمام جدا. قال لك طيب ايه هي بقى نسبة خروج التستوستيرون في المراحل المختلفة؟ احنا اتفقنا ان نسبته بتبقى عالية فين؟ في التشايلد هود. لا غلط، التشايلد هود بتبقى نسبته قليلة. تمام. يبقى في الفيتس وكمان فين؟ بعد البيبرتي. برافو جدا. يبقى دلوقتي هيقول لك ان هو كده في الفيتس
هتبقى نسبته بتخرج هتبقى عالية، بس قالك هتبدأ امتى؟ هتبدأ من الاسبوع السابع خلاص كده تمام، عن طريق حاجة اسمها الفيتال جينيرال ريتش. ماشي؟ طيب جميل. قالك طيب خد بالك برضو ان التستس بتبدأ هي اللي تخرج، التستس بتبدأ هي اللي تخرج امتى؟ عند الشهر الثاني للشهر الرابع. حلو كده؟ حلو. بتخرج في الفيتس ده بتخرج بكميات كبيرة. ليه؟ عشان هو بيهيأ ان هو يبقى ميل. ماشي؟ طيب في مرحلة التشايلد هود قالك لا هي نسبتها اصلا مش بتبقى عالية، يعني لما هي بتخرج قوي بيبقى عندك سن 10 ل 12 سنة كده تبدأ ان هي يحصل لها ايه السكريشن بتاعها. طيب بعد كده، بعد كده ما لازم هيدخل بعد كده مني في مرحلة البيبرتي، هو يدانه صغير على طول هيكبر. طيب قالك خد بالك بقى ان التستوستيرون هنا بتبدأ ان الليفل بتاعها يزيد. ليه؟ البني ادم ده داخل مني في البيبرتي خلاص، فهتبدأ تزيد بقى على مستوى حياته ويتكون بقى السبيرم وبعد كده يبقى ميل ادلت كبير يقدر ان هو يتجوز وبعد كده يخلف خلاص تمام. فربنا بيهيئ الحاجات دي كلها سبحان الله. قالك في معلومة بس اخيرة كده، ان انا عايز اقولك ان هو بيبدأ يقل افراز التستوستيرون بعد سن 40، وبيبدأ تبقى نسبته تكاد تكون منعدمة، نسبته بسيطة جدا 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 بعد سن الايه 90 سنة تمام. ربنا يديكم ويدينا الصحة بقى. طيب جميل، يبقى احنا كده عرفنا الايه اللي هي الديفرنت بيريد اوف مين اللايف. جميل. طيب هيكلمك بعد كده عن ايه، هيقولك بقى ايه هي الوظائف بتاعه التستوستيرون، فنجمعها الاول في عناوين رئيسيه وبعد كده نبدا نتكلم عنها. اول عنوان بيقول لك والله ان هو مهم جدا جدا عشان يعمل ديفرنشيشن. مهم؟ مهم جدا. ليه؟ ما هو دلوقتي مثلا الفيتس دوت بيبقى الجنين ده في بطن امه دلوقتي مش بيقدر ان هما يحددوا ايه نوعه، فلازم هيجي وقت معين يقدروا يحددوا النوع ده، فربنا سبحانه وتعالى يجعل بقى ايه الهرمون ده يطلع كده بحيث ان هو يتكون عنده اصلا اللي هي الاورجنز. فبالتالي الدكتور لما يجي يعمل السونار كده يقدر ان هو يحدد ده ميل ولا ده فيميل خلاص. فهيقول لك والله ان انت عندك فيه 2 ضغط. في نقطه هنا بس كده هنتكلم فيها مع بعض، بيقول لك خد بالك بس ان هو هنا في عندك 2 ضغط، في ضغط اسمها موليريان ضغط وديت بتاعت مين؟ الفيميل، بتساعدها ان يطلع فيها ايه الفاجينا واليوترس والفالوبيان تيوب. طيب انت يا ميل بتاعتك اسمها ايه؟ احنا اتفقنا ان ماري بنت، يبقى كان مين الولد؟ الولف صح، وولف هو الولد. فبيقولك حاجه اسمها ايه وولفيان دكت. وولفيان دكت ده بيقولك والله دلوقتي ان انا اللي هبقى مسؤول عن طلوع مين، جيف رايز تو مين، ها الابيديتنس برافو، والفاز ديفرنس سيمينال فيزيكال ممتاز جميل جدا. بيقول لك بس في نقطه اخيره، قال لك والله لو التستوستيرون ده بدا يطلع خلاص مع اللي هو الاسبوع السابع كده انت رايترين خلاص، يبقى معنى ذلك ان ده هيبقى ميل وتبدا تظهر عنده اللي هو الميل. ولكن لو ما طلعش يبقى هي في ميل وخلاص كده، لو سمحت انت ما تتكلمنيش في اي حاجه تانية، هي هتبقى في ميل، فبالتالي مش هيطلع عندها اساسا تستوستيرون ومش هيبقى عندها الحاجات الخاصه بمين بالميل تمام. جميل جدا. طيب بعد كده، بعد كده عندك ايه؟ بيقول لك ديفلوبمنت للاكسسوري 6 اورجان وكمان الاكسترنال جينيتاليا. خلاص التستوستيرون ده بيقول لك ايه مهم جدا عشان يبدا بقى الحاجات دي كلها كده تتكون. ربنا سبحانه وتعالى جعل الهرمون ده كده سبب من الاسباب ان هو يقول للميل ده يلا بقى لو سمحت كده كون الحاجات اللي انت محتاجها كلها، عايز فاز ديفرنس كون، ابيديدمس كون، سيمينال فيزيكال كون، وهكذا. وكذلك برضه هو مين الاكسترنال جينيتاليا اللي هي مين البينس والسكروت برافو. طيب الديسند، مهم على الديسند دي؟ مهمه جدا 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 كمان. ليه؟ لان التستس تمام لازم تبقى فين في درجه حراره معينه تبقى ملائمه ان هي تقوم بالوظيفه بتاعتها، ملائمه لدورها، فبالتالي هي لما تفضل جوه الجسم كده درجه الحراره بتبقى عاليه، فبالتالي ممكن يحصل فيها ايه ان هي ما تقدرش تكون اي حاجه، ما تقدرش تكون السبرم. فبالتالي بيبدا دلوقتي ان هم يستنوا وقت لحد ما التستس دي تنزل، عدى الوقت اللي هم محددينه والتستس دي ما نزلتش، لازم على طول يدخل عمليات ويبتدي ان هو ايه يخرجها. يبقى الاول بيحفزها بهرمونز مثلا، يبتدي يديها الهرمونات اللي هي تزقها وتقولها اتفضلي اطلعي بره، يا اما بعد كده هيعمل ايه هيدخلها على طول العمليات. والنقطه دي مهمه، مهمه جدا خلاص، هنتكلم فيها برضو مع بعض حالا، اللي هي الحاله دي اللي هي الاندسند ايه تيستس. الاندسند تيستس هي اللي احنا كنا بنتكلم فيها حالا، اللي هي ايه بقى
اللي هي ايه؟ ان دلوقتي التستس فضلت جوه الابدومن في درجه الحراره العاليه اللي هي ما هياش ملائمه ليها، فبالتالي خلاص الميت ده مش عارف ان هو يكون سبير، مش عارف ان هو يقوم بوظيفته. فبالتالي الدكاتره بيعملوا ايه؟ بيدوا لهم والله حاجه اسمها جوناديت روبيك هرمون من بره، او يدوا لهم تستوستيرون يساعد ان هو يزق الايه؟ تستس برافو، يساعد ان هو يزقها تخرج. طب لو ما خرجتش يبتدي ان هو يعمل ايه؟ يدخله عمليات. خلاص كده تمام. طيب يبقى كده قلنا اول حاجه اللي هي الفانكشن بتاعت ايه اللي هو التستس على مدار مين؟ على مدار اللي هي الفيتال لايف، على مدار ايه اللي هي الفيتال لايف. هنتكلم دلوقتي على مين؟ على الادلت لايف. الادلت لايف هنا هيقول لك هما حاجتين، بيأثر على السكس اورجن خلاص، وبيأثر كمان على السكندري سيكشوال كرايتيريا. قال لك والله سيادتك هتأثري على السكس اورجن ازاي؟ قالت لك والله انا دلوقتي بخليهم يحصل لهم جروث وبحافظ ان هم يقوموا بالوظيفه بتاعتهم، بحافظ عليك بعد كده ان انت تعمل حاجه اسمها سبرماتوجينيسيس، العمليه اللي هي هتكون لك السبيرم. قلت لك كمان ان انا هزود لك السايز بتاع اللي هي الاكسترنال جينيتاليا زي البينس والسكروتم بحيث تبقى ملائمه برضو ان انت تبقى ادلت ميل. جميل. بتعملي ايه تاني؟ قلت لك في هرمونين ببتدي ان انا اقولهم فرملوا لو سمحت، اللي هو مين؟ الجونادوتروب ريليزنج هرمون، ببتدي ان انا اقلل سكريشن بتاعته، واعمل كمان انهبيشن لايه؟ للال اتش. خلاص كده تمام. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للهي الافكت. يبقى تاني اول حاجه هو بيعمل ايه؟ بيعمل جروث. بتعمل ايه تاني؟ بساعد في عمليه اللي هي السبرماتوجينيسيس. بتساعد في ايه تاني؟ الاكسترنال جينيتاليا بقى تبتدي ان هي تاخد وضعيتها. بعد كده في ايه تاني؟ في اتنين هيحصل لهم ايه؟ نقص، اللي هو الجونادوتروب ريليزنج هرمون والال اتش. خلاص كده تمام. جميل. تاني حاجه بيقول لك بتاثر على اللي هي الكرايتيريا بتاعته، اللي هو مين بقى؟ ماسكولار والبون والسكين والبلفيك والشولدر، هم وايه تاني؟ والبلاد برافو، والهير ديستريبيوشن والبيزل ميتابوليك صح، والفويس برافو، والووتر والايه؟ الووتر الكترولايت بالانس، وطبعا توزيع الفات عشان هيبقى مختلف عن مين؟ عن اللي هي الفيمي. طيب يلا نقولهم بقى بالراحة كده سوا. يعني اول حاجة عندك ايه؟ عندي اللي هي الماسكولر. عندي مين؟ اللي هي الماسكولر. ايه يعني الماسكولر؟ فيها ايه؟ قالك والله بيديله البالك بتاع اللي هي الماسل بتاعته، بيبتدي دلوقتي ان هو يساعد ان البروتينات تعمل انابوليز، مش بيبتدي ان هو يكسر خالص البروتين، بيقلل اصلا تكسير اللي هي البروتينات، فبالتالي بيديله البالك. واحد رايح الجيم هيعمل ايه؟ هيكون عنده بالك عضلات. تاني حاجة البون، هيخلي البون سميك شويه وهيخليه كمان سترينث قوي جدا. ليه بقى؟ عشان يبتدي يستحمل اصلا الوزن بتاعه ده، يبتدي يستحمل الدور اللي هو هيقوم بيه، يبتدي يستحمل حركته وشغله ونزوله في الحر ومش عارف ايه الحاجات دي كلها. ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ البادي بتاعه عشان يستحمل الايه؟ الضغوطات اللي هو هيتعرض ليها بعد كده. طيب هيكلمني كمان على مين؟ على السكن. السكن اهم حاجه تبقى عارف ان هو بيبقى ثيك وان هو بيبقى اغمق، ان هو بيبقى ثيك وان هو بيبقى ايه؟ اغمق. طيب حلو قوي. فهيضيف لك بس معلومه كده بسيطه، بيقول لك ان الميل ده خلاص لما يوصل يعني لمرحله اللي هي البيبرتي ممكن يتكون عنده اللي هي مين؟ الاكني. تمام. بسبب ان هو كان فيه كميه كبيره من الهرمون بدات تخرج، ولما الجسم بيتاقلم معاها بيبدا يرجع تاني ويحافظ على ايه؟ ويحافظ على اللي هو الهيئه بتاعته، مش بتبتدي يعني ان الاكني دي تفضل موجوده في وشه طول العمر كده. طيب عريض المنكبين بقى اللي هو مين؟ نشغل في الجيش الشولدر وايه؟ واللي هو البلفيك. طيب الشولدر ده بيبقى عريض كده وقوي، والبلفيك بيبقى اضيق طبعا من الايه؟ من اللي هي الفيميل. خلاص كده تمام. جميل جدا. طيب الهير ديستريبيوشن، طيب تعالوا كده نركز مع بعض في الهير ديستريبيوشن شويه. اول حاجه هيظهر فين؟ شنب وده، يبقى عنده في وشه اكيد صح. تمام. هيظهر عنده فين؟ في الشست كمان. جميل. برضو هيبقى عنده هير في كل جسم. خلاص. فهيديك بس معلومة بسيطة ويقولك خد بالك، خد بالك، خد بالك كمان مرة اهو، ان البيوبيك هير بتاع اللي هو الميل البيس بتاعه بيبقى ايه؟ البيس بتاع تريانجل يعني بيبقى ايه؟ داون وورد. تمام. جميل. بس هي دي النقطة يعني اللي انا ايه كنت عايزاكوا تعرفوها بالنسبة لتوزيع اللي هي الهير ديستريبيوشن. بالنسبه للفويس بيقول لك والله هو طفل صغير كده طبيعي ان صوته بيبقى عادي يعني مش بيبقى مميز قوي، ولكن لما يكبر بقى ويبقى خلاص ميل بيبدا يحصل عنده ايه؟
بيبدأ صوته يخشن شويه، فهو بيقول لك والله هو عشان يخشن لازم في 3 حاجات هتحصل عنده. اول حاجه ان حصل عنده ايه، هايبرتروفي لمين، للمصل الخاصه باللارنكس، الحنجره بتاعته كده بدات ايه يبقى ليها دور قوي. تاني حاجه يقول لك والله ان هي كبرت شويه، اللينس بتاعها بقى ايه بقى طويل. طيب كويس. بعد كده حصل كمان ان الفوكال كورد بتاعته بقت ثيكنينج، بقت ايه، بقت ثيكنينج. خلاص جميل. طيب انت كده كلمتيني عن المصل وكلمتيني عن البون وكلمتيني عن السكين والشولدر والبلفيك والهير والفويس، مش هتكلميني بقى عن البيزل ميتابوليك ريت؟ ادرك هكلمك دلوقتي حالا ان انت عندك في البيزل ميتابوليك ريت كده يقول لك ان نسبه التكسير بتبقى اقل، الميتابوليزم بيبقى ايه، بيبقى اقل. خلاص تمام. طيب ليه؟ لان انا محتاج اصلا انابوليك، يبقى انا دلوقتي بقلله فين، في البروتين، ببدا ان انا اقلل تكسير مين، اللي هو البروتين، بكسر الباقيين عادي، بكسرهم كمان بنسبه كبيره لان انا محتاج الطاقه اللي هتطلع منهم، ولكن البروتينات انا بقللها مش بكسرها بكميه كبيره. ليه؟ ما احنا قلنا في المصل ان هو بيكون مين، البلك. خلاص كده تمام. طيب بعد كده مين، الووتر والالكترولايت. قالت لك والله ان انا دلوقتي ببتدي اشوف ايه الحاجات اللي انا محتاجها وبمنع ان هي تخرج، ده الطبيعي ان انا الحاجة اللي انا محتاجها هسيبها تخرج ليه، هتخلص منها ليه. فقال لك والله بقى ان الووتر بيحصل له ري ابزوربشن والصوديوم هيحصل له ايه، ري ابزوربشن. خلاص كده تمام. يبقى عندك هنا صوديوم ومية، هيحصل لهم ايه، هيحصل لهم ري ابزوربشن. طيب عندك حاجة تانية بيقول لك والله بقى ان هو ليه علاقة كمان باللي هو ال 6 درايف. وبعد كده اخر نقطة اللي هي الكرايتيريا بقى بتاع الفات، بيقول لك والله ان الفات هنا بيبقى متوزع بشكل ان هو يدير الكرايتيريا ان هو ميل، مش الكرايتيريا بتاعت الفيميل، الفيميل بيبقى عندها نسبة اللي هي الدهون بتبقى اعلى. خلاص كده اتفقنا على النقطة دي. تمام جدا، ديت كانت تجميعة الايه، اللي هي الصور. طيب نبدأ دلوقتي بقى ان احنا نتكلم على ايه، على الميكانيزم وفي الاكشن للتستوستيرون. قال لك والله في عندك 3 اشكال التستوستيرون هيشتغل بيهم، يا اما يشتغل بهيئته العاديه، يا اما يشتغل من هو يتحول لشكل تاني، يا يشتغل بهيئته. يقول لك ان التستوستيرون ذات نفسه كده هيروح يمسك في ريسبتور، الريسبتور ده اسمه ايه، سيتوبلازميك ريسبتور بروتين. خلاص كده تمام. جميل جدا، يبقى هيمسك في مين، سيتوبلازميك ريسبتور بروتين. حلو قوي. طيب هيكون معاه كومبلكس ويروح للنيوكليوس، يقول لها يا لو سمحتي للنيوكليوس كده خليني افوق عندك الار ان ايه والدي ان ايه، ليه، انا محتاجهم. فخلال 30 دقيقه بيبدا يحصل اكتيفيشن لمين، للار ان ايه. الار ان ايه بوليمر بيبدا يحصل له اكتيفيشن، ونسبه الار ان ايه بتبدا ان هي تزيد. طيب جميل. قال لك الدي ان ايه اسكت، يقول لك ابدا ما اسكتش، لازم اخد بحقي، يبقى الدي ان ايه كمان هيعمل ايه، هيزيد. يبقى ديت هي ملخص اساسا ان التستوستيرون بدا يشتغل بهيئته. نفس الحوار تقريبا هيبقى موجود برضو في النقطه دي، ولكن هيحول الاول التستوستيرون دوت هيتحول لشكل تاني اللي هو الدي اتش تي، الداي هيدرو ايه تستوستيرون، بيتحول فين، في التارجت سيل. خلاص كده تمام. هيمسك في نفس الريسبتور اللي هو كان اسمه ايه، سيتوبلازميك ريسبتور بروتين، ويروح للنيوكليوس يعمل فيها نفس الحوار. تمام. بس يبقى معنى ذلك انها تقريبا بكرر الخطوه فيه. النقطه الاخيره بقى اللي هو يحوله الاستروجين. بيقول لك ايه، في البرين، يبقى انا هنا احط هنا مليون خط كده، في البرين، في البرين يتحول التستوستيرون الى ايه، الى استروجين. خلاص كده تمام. بيقول لك والله بالرغم من ان اللي هي الميل ده تمام بيقوم بدوره، ولكن في البرين بيبقى لازم يتحول الى الايه، الى الاستروجين. ماشي، ترانسفورمينج انتو الايه، اللي هو الاستروجين. يبقى هو لازم يتحول للايه، للاستروجين. هي ديت الثلاثه ميكانيزم، اه هما دول الثلاثه ميكانيزم بتوعه. طيب عايزين نشوف بقى كده النقطه اللي عليها الدور، اللي هي وظيفه ايه، السكندري 6 اورجان. مين هما؟ هنتكلم عن 2، السيمينال فيزيكل، وهنتكلم كمان على البروستات. الاول كده السيمينال فيزيكل،
حضرتك عايزة تعملي ايه؟ قالت لك انا بوفر لك فلويد، انت عارف ان انا بيبقى عندي كده فلويد، والفلويد ده بيبقى مليان بالفركتوز والستريك اسيد، ومليان كمان ببعض الحاجات التانية عشان اغذي لك السبيرم كمان ووفر لك البيئة المناسبة. طب ممكن لو سمحتي تكلميني عن الوظائف دي بشكل اوضح شوية؟ قلت لك تعالى نقسمها عناوين. اول عنوان ان انا هعمل نيوتريشن للسبيرم عن طريق الفركتوز اللي انا لسه قايله لك ان انا موفراه عندي، خلاص، فين؟ في الفلويد اللي موجود، خلاص، جميل. يبقى انا كده هساعد ان السبيرم دي تتغذى، جميل جدا، حلو. تاني حاجه بيقولك انا بعمل كلوتينج، اساسا كلوتينج للسيمن، ان هو احافظ على السبيرم اللي هي تفضل موجوده جوه اللي هو السيرفكس. طيب لما النقطتين دول انت هتعمليهم، الناتج عنهم اكيد ان السبرم لما يدخل السيرفكس خلاص ويروح للبويضه هيحصل فيها عمليه الايه، فيرتلايزيشن. خلاص كده تمام، بس هي دي النقاط اللي هي اللي موجوده عندنا، هي دي وظايف اصلا السيمينال فيزيكال. تمام، جميل. طيب في عندنا ايه؟ عندنا بقى اللي هي البروستات. قال لك برده البروستات ليها وظيفه، بس الفلويد بتاعها بيبقى فين شويه وميلكي وبيبقى الكالين. تعالى نفهم كده ليه يعني. قالك بص، ان السبيرم بيبقى دلوقتي محتاج ان هو يمشي في بيئه مناسبه، محتاج ان البي اتش دي تبقى مناسبه. لما انت تحطه في الكالين هيقف يا اما هيموت، مش هيعرف ان هو يتحرك. فانا لما يبقى حاطط له حاجه الكالين كده تبتدي ان هي تعمل معادله للاسيدك اللي موجود في الفاجينا، فبالتالي يقدر يتحرك ويقدر يقوم بوظيفته كامله. تمام كده، طيب جميل. يبقى احنا كده قلنا ايه اللي هي الموتيليتي عشان البي اتش هنا، خلاص. تاني حاجه كلوتينج. كلوتينج ليها بيقول لك بيعمل ايه؟ بيكون لك حاجه اسمها كواجولم. بيكون لك ايه؟ كواجولم. هي دي النقطه، ان هو يعمل له كلوتينج وان هو يبقى مثبته في المكان اللي موجود فيه بس. بس طيب جميل. بعد كده قلت لك هسيبه كده متجلط، طب ما انا لازم اسيحه، لازم اعمل لايسز ليه، هخليه بقى حر الحركه ليه عشان يقدر يتحرك بقى ويقدر ان هو يوصل لايه، المكان اللي هو هيقوم فيه بالوظيفه بتاعته. خلاص، هي دي التجميعه. يا ريت نحاول كده ان احنا نحطها عندنا كعناوين رئيسيه، وانتوا بعد كده ابداوا كونوا الايه اللي هي الجمل المفيده ليكم. طيب تعالوا بقى ندخل على عنوان كده مهم جدا جدا جدا، ان احنا اتفقنا ان مفيش حاجه موجوده الا ربنا سبحانه وتعالى خلق لها الكنترول بتاعها وجعلها تقدر تقوم بايه، بدورها بشكل ايه، افضل يعني. خلاص، طيب نبتدي كده نشوف ان فيه هرمون هيعمل هرمونات هتعمل كنترول لمين؟ للميل ريبرودكتيف. هتعمل كنترول لمين؟ للميل ريبرودكتيف. ايه هي بقى الهرمونات؟ يلا بينا هنعرف مع بعض. اول حاجه الهايبوثالاميك. تمام، الهايبوثالاميك ده بيقولك والله ان هو بيطلع منه حاجه اسمها جونادوتروب ريليزنج هرمون. طيب سيادتك يا جونادوتروب ريليزنج هرمون، مش مفروض ليك ليفل معين؟ بعد ما توصل للليفل ده والكونسنتريشن ده يرجع تاني كده اشاره للهايبوثالاموس ويقولها لو سمحتي ممكن تقللي بقى الافراز للجونادوتروب ريليزنج هرمون لان كده الموضوع زاد عن حده، فتبتدي تعمل لك ايه، فتبتدي تعمل ليها كنترول. خلاص كده تمام. يبقى اول حاجه الهايبوثالاموس هيعمل ايه؟ هيعمل دلوقتي يقلل افراز مين؟ الجونادوتروب ريليزنج هرمون. خلاص كده تمام، كويس جدا. طيب بعد كده عندنا مين؟ يبقى هنا عندنا اللي هي الجونادوتروب. يا ترى يا استاذه بتويتري انت بتعملي ايه؟ قالت لك انت عارف الجونادوتروب اللي بيطلع من خلال الهايبوثالاموس ده بيجي ويقول لي والله اتفضلي طلعي الهرمونات اللي عندك، زي مين؟ زي الاف اس اتش وزي ال اتش. طيب يعني انت برضو بتطلعيهم كده سبهلله يعني مفيش ليكي كنترول؟ قالت لك لا، لما بيوصل الكونسنتريشن بتاعهم لليفل معين انا ببدا اقول لهم خلاص بقى كفايه عليكم لحد هنا، مفيش زياده تاني، لو سمحتوا وقفوا. خلاص كده تمام. يبقى كده البتويتري بيقول لك ايه، انا بوصل لكونسنتريشن معين بعدها مش بطلع الايه اللي هي الهرمونات بتاعتي، بعد كده برجع واقول لو سمحتوا كفايه عليا لحد هنا. خلاص كده تمام كده النقطه دي. يبقى احنا كده قلنا الهايبوثالاموس وقلنا مين تاني؟ البتويتري، برافو. طيب عندنا مين تاني؟ عندنا حاجه اسمها التستيكولار ليفل. بيقول لك ايه يعني؟ بيقول لك بالنسبه لمين؟ للاف اس اتش وبالنسبه كمان للال اتش. بالنسبه لمين؟ للاف اس اتش وبالنسبه للال اتش.
كويس جدا، ادي دي ودي. قالك طيب كلمني الاول على ال FSH، كلمني الاول عنها. قالك بص، هو ال FSH دوت اكت اون مين سيرتوني سيل، بيعمل استيموليشن لايه؟ لحاجه اسمها الباراكراين ايجنت، اللي هي مهمه جدا عشان مين؟ الاسبرماتوجينيسيس. يبقى ال FSH ديت يقول لك اصلا هي بتخرج ليه؟ يقول لك والله هي مهمه جدا، طبعا معذره على الخط ده، تمام، سيادتك مهمه ليه؟ بتقول لك انا ليا دور في عمليه مهمه جدا جدا للميل، عمليه مهمه جدا اللي هي مين بقى؟ برافو عليك، الاسبرماتوجينيسيس. بتعملي كده بس ملكيش حاجه تاني؟ قلت لك لا، انا عندي حاجه تانية اسمها الانهبن هرمون، فاكرينه؟ اللي هو لما كان بيعمل ايه، لما كان بيلاقي الامور عاليه بيرجع تاني يعمل بيقلل مين؟ يقلل افراز الاف اس اتش، صح؟ فبالتالي هيعمل يقلل عمليه الايه، الاسبرماتوجينيسيس دي، مظبوط، جميل جدا، برافو عليك. طيب عندنا بقى الهرمون التاني اللي هو مين؟ ال ال اتش. يبقى انا عندي دلوقتي الاف اس اتش عملت حاجتين. طيب وبالنسبه لل ال اتش، قالك عندي حاجه اسمها تستوستيرون هرمون سكريشن، قالك مهم جدا جدا عشان التستوستيرون دوت يخرج عشان عمليه برضو الاسبرماتوجينيسيس المهمه جدا جدا عندي، جميل. طب وبتعمل ايه تاني؟ اسيبك كده، ما لسه قايلك هتبقى ليها دور في عمليه الاسبرماتوجينيسيس، يبقى مهمه جدا جدا في عمليه الايه، الاسبرماتوجينيسيس. يبقى عندك التستوستيرون هرمون وتاني حاجه مين؟ الاسبرماتوجينيسيس. خلاص كده تمام. طيب ناخد بقى الفيدباك اللي هي بتعمل ايه، يعني الفيدباك دي، انا بص انا ببتدي كده ابص للمنطقه اللي حواليا، ببتدي ابص للهرمونات اللي طالعه حواليا، اول ما الاقي ان في واحد كده طالع وزايد عن حده ببتدي ان انا اقول له بقى فرمل، عشان انا شايفه من وجهه نظري كده تمام ان انت زايد، تمام. يرجع تاني يقول له ايه، اهدى، مش بيستنى بقى لسه الهايبوس انا ما استاخد بالها والتويتر تاخد بالها يقولها لا، انا هنا موجود في وسط المكان، عامل زي بتاع المرور كده، هو اللي شايف ان في فعلا ازدحام في المكان، فهو اللي هيبتدي ينظم على طول، مش هيستنى يتصل بلجنه تجيله من بره، مظبوط كده، جميل. قالك ايه؟ قالك والله اول حاجه ان هو هيشتغل اصلا على الهايبوثالاموس ويقولها سيادتك انا دلوقتي ملاحظ ان الجو هنا في لخبطه جامده جدا، فانا هبتدي لو سمحتي احسس بقى ان الموضوع ده لازم يقل شويه، خلاص. دي كده اول حاجه. رقم اتنين، ممكن يشتغل بشكل دايركت شويه، ان هو يقول لل ال اتش اللي هو لسه هطلع لسه الهايبوثالاموس واخبط عليها واقول لها اعملي، لا 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 انا هشتغل على طول كده على ال اتش، اقول له ال اتش لو سمحت يا استاذ اللي بتطلع من الانتيريو بتويتر انت ال، ما تطلعليش تاني، تمام كده، جميل. طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندي حاجه اسمها الانهبن هرمون والاكتيفن هرمون. ياه، الاكتيفن والانهبن، مش انت انهبن لما كنت بتلاقي الامور زايده عن حدها وتروحي تقللي ال اف اس اتش، وكنت بتقللي كمان عمليه اللي هي الاسبرماتوجينيسيس، فبالتالي كنت انت برضو بتعملي حاله كده من الثبات، قالت لك انا، وانت يا اكتيفن فاكره لما كنا حاطينك كده في الجدول وقلنا ان انت والله هتعملي ستيموليشن لل اف اس اتش وهتعملي كمان زياده لحدوث عمليه اللي هي الاسبرميوجينيسيس الاسبرماتوجينيسيس، وانت دلوقتي كنت ماشيه عكس الانهبن، قالت لك انا. فانت كده لما تيجي تجمع الهرمونز هايبوثالاموس، يبقى جنادوتروب ريليزنج هرمون، الهايبوثالاموس اصلا بينزل اشاره للانتيريور بيتويتري، فبالتالي الانتيريور بيتويتري برضه هيبدا يخرج ايه هرمونات، يا ترى ايه الهرمونات بتاعته؟ قالت لك الاف اس اتش والال اتش. طيب التستيكولار دوت بيقول لك في دور لمين؟ للاف اس اتش والال اتش، يا ترى انت دورك ايه وانت دورك ايه؟ فتبتدي ان هي ايه توضح لك كده دورها. وبعد كده عندك مين؟ عندك اللي هي الفيدباك اللي هما كانوا ثلاث حاجات، التستوستيرون والانهبن وكمان اللي هما الاكتيفن، تمام. يبقى ديت ليها ثلاثة، تمام كده، تمام جدا. يبقى احنا كده عرفنا الايه اللي هو الهرمون كنترول. طيب في معلومة بس بسيطة كده هيتكلم معاك فيها في الاخر، بيقول لك والله بالرغم من كل الحاجات اللي انت عمال تدرسها دي، وان شويه مين بيزيد وشويه مين بيقل، ومين اللي بيعمل كنترول ومين اللي ما بيعملش كنترول، وايه اللي بيحصل من يوم ليوم، كل الحاجات ديت ثابته في الادلت ميل. في نسب كده بتبقى ثابته اصلا في الادلت ميل، ما ينفعش ان النسبه دي تختل. ليه؟ لان هو ممكن يحصل عنده هو ديزيز، ممكن يحصل عنده هو ديفكت بعد كده، فبالتالي
دلوقتي رغم الحاجات والتعقيدات اللي انت عمال تدرسها دي كلها، ربنا سبحانه وتعالى جعل الايه النسب اللي بتطلع، وجعل السبيرم اللي بيتكون ليه نسبة معينة، ليه عدد معين، ليه بيئة معينة هيعيش فيها، بتمشي بشكل اوتوماتيكي، ملكش انت اي دخل فيها، دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فدي من نعمة ربنا سبحانه وتعالى، وبيختلف طبعا الميل عن الفيميل. تمام كده، يبقى كده النقطة الأخيرة دي وضحت معانا. أتمنى بإذن الله تكون كده المحاضرة كلها سلسة، أتمنى تكون اللي هي الخرائط دي بس بتفرق معاكم. أنا عايزة بس اللي هي الحاجات اللي انتوا يعني بتشوفوها كده معمولة، حاولوا انتوا بس توقفوا الفيديو دقيقتين تنقلوا بس اللي هي الحاجات دي. عايزة العناوين الرئيسية هي اللي تبقى موجودة قدام عينيكم، دي أهم حاجة بالنسبة لي. لما تبقى العناوين الرئيسية موجودة قدام عينيكم هتبدأوا بعد كده تحاولوا تربطوا الإيه اللي هي الحاجات ببعضها، فبالتالي هيبقى بالنسبه لكم موضوع متكامل. بالنسبه للميجر برودكتس طبعا هيبقى بالنسبه لكم كده موضوع متكامل، مش هياخد منكم وقت طويل. فربنا يوفقكم باذن الله، واتمنى تكون يعني الموضوع كده بقى في دماغنا كويس. يعني لو كان الريتم سريع شويه معلش يعني معذره، ممكن برضو يعني تلفتوا انتباهي للنقطه دي. وربنا يوفقكم باذن الله وتحققوا يعني اعلى نتائج وتحققوا كل حاجه نفسكم فيها باذن الله. وشكرا جدا ان انتوا يعني تابعتوا معايا الفيديو للآخر، والسلام عليكم.